كل سنة أنتم وجاد بخير المجيد، نحييكم من الفضاء الجادية من إنجمينة، ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. احتفلت البلاد صباح اليوم بذكرى 57، حيث نالت استقلالها من قبل المستعمر الفرنسي في عام 1960. جرت المناسبة في ساحة الأمة هنا في العاصمة إنجمينة بحضور فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ورئيس الحكومة والعديد من الحضور. تقرير آدم حسن المكاوي. 11 من أغسطس يوم وعنوان ساطع بالنسبة لكل تشاديين، فالذكرى 57 لهذا اليوم خفق فيها العلم التشادي على وقع الزمان والمكان ليكتب التاريخ كل ما كان. جميع ألوان الطيف السياسي والمسؤولين بالدولة على مختلف مناصبهم ومقاماتهم منذ الصباح الباكر اجتمعوا بساحة الأمة. الساعة 9:50 سجل حضور رئيس الوزراء، تلاه القائد العام للجيش الوطني الذي جاء على رأس سيارة الراند روفر. ولم يمر الكثير من الوقت حتى شرف رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الحفل وهو على مركبة عسكرية برفقة القائد العام للجيش، وهو يحيي صفوف الوحدات العسكرية وصولا إلى مكانه المخصص. بدء الاستعراض العسكري بهذه المناسبة الميمونة جاء وفق العادة بطلب إذن بمراسم عسكرية من رئيس الجمهورية الذي أومأ برأسه دلالة على الموافقة، فاستهلت الاحتفالية بتقديم رئيس الجمهورية إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول إكراما لتلك التضحيات التي قدمت للوطن. ليكون عقب ذلك تقديم الاستعراضات العسكرية بمشاركة وحدات الجيش الوطني والحرس الرحالي والدرك الوطني والقوات الجوية والشرطة وغيرها من الوحدات التي أخذت مسيرتها خطوة بخطوة. عزوة وتقديرا من القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي انتصب المنصة إكراما وإجلالا للجهود التي كانت وما زالت تبذل للحفاظ على استقرار تشاد اليوم وتشاد الغد. هذا وعقب هذا الاحتفال فقد استطلع زميل آدم حنفي مواطنين الذين حضروا هذه المناسبة وعبروا عن انطباعاتهم حول أهمية هذا الحدث التاريخي بالنسبة لتشاد. بمناسبة عيد الاستقلال أنا جمهورية تشاد، انتزع هذه الفرصة نقدم تحيتي للشعب التشادي بصفة عامة. نتمنى ازدهار والتقدم للشعب التشادي ولبلادنا وللإفريقية كله. هذا عيد الذكرى لكل التشادين من وقت الاستعمار لحد الآن، وجينا شاركنا لنشجع القوات المسلحة الوطنية تشاد الدعم لنا الأمن والسر والسلام في بلدنا، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رئيس القوات المسلحة، عشان شنو رفع الهمبول أنا بلدنا تشاد في أفريقيا وفي العالم كله. الاستقلال للوطن، لأن الاستقلال لم يأتي عن فراغ، إنما جاء عن نتيجة تضحيات قام بها الآباء الأوائل الذين سطروا عبارات البطولة والشجاعة فحققوا لنا استقرارا، استقلالا نفتخر به نحن الأجيال الصاعدة. ولذلك هذا الاستقلال يحتاج منا المحافظة على القيم والمحافظة على هذا البلد وترابه، ولذلك لا بد أن نغرس في أجيالنا حب الوطن وحب هذا الوطن والعمل من أجله، وهذا يتطلب من أبناء
الجيل الجديد ان يعلم قيمه الاستقلال. تشاد البيج اندبندنت مين في ان سوسان ده ما مثل تشاد هسا دار ده خلاص ادالنا يدوروك دار سلام ده يمشي قدام ويتقولوا يلقى في هاكانو. اليوم دارنا سوفيت انا كامسينو كام او سابا كامسينو سابا انيفرسير انا اندبندنس اندبندنس دا جيب علينا ليبرتي اجينا جيب علينا ليبرتي اجينا مين ليبرتي دا شادين ادولو دار دا كاتير يسو افور بروغري ارفو شوكول او سو شوكول كول كاتير في دار دونك بروغري جاي. إذن بفعل التقدم موجود وبعض مضي 57 عاما من الاستقلال، فقد شهد كل من قطاع الزراعة والثروة الحيوانية تطورا كبيرا في ظل توجيهات الحكومة وخاصة رئيس الجمهورية من أجل تطوير هذين القطاعين. زميل أحمد آدم عدلنا تقريرا حول التطور الذي حصل في القطاعين الثروة الحيوانية والزراعة، متابعة. مسيرة أكثر من نصف قرن كافية لأن يحقق أي شعب طموحاته التي أرادها من وراء استقلاله من المستعمر. فالشعب التشادي الذي نال هذا الاستقلال لعمر بلغ 57 عاما كافح ورغم العقبات للوقوف والاعتماد على نفسه لبناء دولة حرة مستقلة ذات سيادة معتمدة على مواردها الطبيعية وهي الزراعة والثروة الحيوانية، الركائز الأساسية للاقتصاد القومي. فقبل استخراج البترول ظلت تشاد تعتمد على الزراعة، كيف ذلك وهل شهد القطاع تطورا ملحوظا؟ الموقع الجغرافي الفريد الذي أصبحت أرضه تسمى بتشاد ذات الحدود المترامية سمح لأن تتميز هذه المساحة باحتضانها لثروة حيوانية كبيرة باتت طوال العقود الخمسة سندا لاقتصاد البلاد. مع ارتفاع عدد السكان وازدياد الحوجة شرعت الحكومة لاستغلال البترول للتنوع من مصادرها، وهذا لا يمنع الحكومة من زيادة الاستثمار في هذه الثروة الرعوية المتجددة وذلك بفضل العمل المشترك مع المانحين. هناك رؤية منذ مجينا وجدنا أن من كانوا قبلنا أيضا عدوا مشاريع في هذا الإطار، ونحن أيضا الآن هناك ولد دراسات جدوى في هذا الإطار لكي نجذب المستثمرين، وبفضل زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى فرنسا وهناك تابرون الدائرة المستديرة التي تعقد في فرنسا في الشهر القادم شهر سبتمبر لتجميع كل المؤسسات المالية ورجال الأعمال لكي يستثمروا في تشاد في إطار برنامج PND برنامج التنمية ل 2017 وحتى 2020 وكذلك لرؤية تشاد حتى 2030. ففي هذا الإطار أن الدولة في إطار برامجها ركزت على بعض المشاريع، من أهم هذه المشاريع هي مشاريع قطاع الثروة الحيوانية. ففي ذلك الوزارة عدت مشاريع، منها مشاريع كما ذكرنا سابقا في إنشاء هذه السلخانات المتنوعة، مزارع للألبان، مزارع للعلاب وتغذية المواشي، صناعات حتى للقاحات المحصنات الفاكسين، وكذلك بالنسبة للأدوية الأدوية البيطرية هناك مشاريع عدة في إطار الإيريد اللابو أو المعهد الخاص بالبحوث البيطرية. هذا الطموح الكبير والواعد في قطاع الثروة الحيوانية لا يعلو شأنا عن الزراعة. قبل الأزمة البترولية الآن كانوا بيتكلم عن توجيهات كون لازم الناس يرجعوا للموارد الثابتة دائمة وهي الموارد التي تنتج من العالم الريفي. في آخر خطاب له عمله بعد ما انتخبوه في الرئاسة لآخر مرة أظن كان التوجيه أصبح صريح وواضح كون لازم التشاديين يتجهوا اتجاه كلي للعالم الريفي، والمسألة دي بدينا فيها ولكن في سوء الحظ تزامنت صادفت الأزمة اللي نحن فيها الاقتصادية فيها الآن والعالم كله فيها، فخلتنا الأزمة هذه كون البرامج والطموحات والخطوات اللي عايزين نقوم بها لازم نراجعها ونخلي نعمل مع واقع أمامنا. بدأنا نشتغل بطريقة بطيئة جدا ولكن كهدف موجود عندنا ونحاول نمشي الأمور حسب الشيء الموجود أمامنا، ولكن البرنامج موجود ونحاول ندخل في تنفيذها سند إن شاء الله. لو نطلع من الأزمة اللي نحن فيها الآن يكون هناك في دفرة جديدة للعمل
في المجال الزراعي. البرنامج بتكلم عنه مثلا برنامج الخماسي 2013-2018 كان برنامج صريح، ومنه كان انبثقت بالجانب الزراعي للبرنامج الوطني للتنمية السابق. البرنامج هذا نفذ منه جزء، لكن الجزء الأكبر الآن موجود وهو متركز في 5 نقاط مفسرة في كم 20 نقطة، من ضمنها مثلا التحكم في الموارد المائية، تطوير الموارد للإنتاج، التطوير بمعنى آخر ما ننتج بس حبوب مثلا، ولكن لازم يكون في تطوير في تغيير للمواد عشان ممكن نجعل منها دقيق وما أشبه ذلك، في تطوير لتدريب المنتجين، وفي إدخال الجانب الخاص في الإنتاج. تظل الثروة الحيوانية والزراعة عصب الاقتصاد التشادي، ويلعب القطاع الخاص كذلك جهودا جبارا بدخ أموال طائلة والاستثمار في هذا الميدان، وهي الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص. يعني الزراعة في همام الأسماتين في السنة ده نزور 4 مرات، 4 مرات زراعة سوينا القتينا إجاك حق ده مرجون أنتوا له حيوان ده، حيوان ده قاعدين يمثل في فرن ما يمشي بعيد، كل كي عندنا في وادي هنا وده مثل هنا 5 كيلو هنا 5 كيلو كل 10 كيلو قاعدين فوقها همام عشان حصل قش في ده ياكلوا قش، وقت القش كمل له اني ان انتو زير هنا زير القتينا ده وسك قال كل نودنا انتو البقر ده حصل اننا عندنا 100 حصل حاليا ده اليوم فرم. انا سمعت بطوار انا ما كان فكر اني عندنا جايسين بقر ننتو هنا في اليوم كله هنا شوال رئيس الجمهوريه ورانا دليل كشوال نسينا كل ما في. استثمارات كبيرة وجهود جبارة بذلتها الحكومات المتعاقبة في تشاد لبناء اقتصاد حر وقوي، خاصة بعد الاستقرار الذي عرفته البلاد منذ العام 1990. نبقى في سياق حيثيات الاحتفال بالذكرى 57 لعيد الاستقلال، حيث ساهمت بعض المؤسسات الوطنية التشادية في المسيرة المعمارية والتنموية التي انتهجتها الحكومة التشادية لإعطاء فرصة للمؤسسات الوطنية للمساهمة في بناء وتقدم وازدهار تشاد. عبدالله برمهر. 11 من أغسطس عام 1960 11 من أغسطس عام 2017، 57 عاما من الاستقلال الوطني لبلادنا الحبيبة تشاد من الاستعمار الفرنسي، وخلال أكثر من نصف قرن من الاستقلال لم تشهد البلاد تطورا مضطردا وملحوظا في البنية التحتية إلا منذ فجر الأول من ديسمبر عام 1990، حيث انتحج الرجل الأول من ديسمبر إدريس ديبي إتنو للاعتماد على المؤسسات الوطنية للمشاركة في المسيرة المعمارية عند البناء والتعمير. تشاديين ده كلك استفيدنا كثير الحمد لله. أول زمان وقت الرؤساء قدام قاعدين ده كلك شركة الموة تانية شركة آخر يشتغل فوقها يهدم فوقها يعني حصل من هجة ده كل يعني كديان كل كوالفنا هدمه وابونا كل والفنا ما شاء الله بارك الله فيك. الأموال الكديان كلك استفيد كثير يعني الحمد لله شركة هجرة مرشة كل عندنا كثير هدمه كل والفنا يعني كلك الحمد لله شغل كهسة من شغل ما يعرفنا ما فيه ال اسمه تفاصيلنا حقنا الإنجنيير دول كلك ما شاء والف هدمه هم مزاتة كل هسة حاليا دانينا في دول حقنا ده كان دورنا بلا كان دورنا بنا كل كنا عدم كنا ما نمشي برا مشتيل ما فين إننا إجنر هنا نشاديين هم بس يسوي لنا بلا هم بس يسوي لنا تاريخ كل كه هم بس سي في يمشي في مارشة كل هو كل هم بس يسوي سي في برود كنترول كو بيجي لنا كتير ما شاء الله إننا نشكر الله بعد الرئيس الجمهورية نشكر إننا في ورا هجرة في لنا نهار كل قاعدين الحمد لله إننا كشغل ناقص كه ما في ما شاء الله. حيث استطاعت هذه المؤسسات الوطنية من إبراز وتغيير الملامح الحضارية للبلاد. سياسة الحكومة وسياسة سيد الرئيس فخامة إدريس ديبي إتنو واضح كما تفضلتم، لازم إتاحة فرصة لكي كل المؤسسات التشادية سواء كانت في البنى أو في مجالات أخرى لازم تكسب الخبرة اللازمة لكي تكون في مقدمة كل المشاريع.
ونحن كشركة المنام الحمد لله بفضل هذه السياسة وجدنا فرص لكي نتمكن في عدة مجالات من ضمنها مجال البنى التحتية، والحمد لله أنجزنا مشاريع عدة من مدارس، من مستشفيات، من مكاتب للإدارة. وأبرز وأنجز مشروع التي نقوم بها اليوم هي مقر الإذاعة والتلفزة، هي مشروع أعتقد في الإفريقيا الوسطى أو في أفريقيا مشروع في حد ذاتها فنيا فريد، وإن شاء الله هننجز في نهاية هذا العام أو بداية العام القادم. ونشكر فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي نو لإتاح الفرصة، ونشكره ونتمنى له دوام الصحة ويدوم بكل خير إن شاء الله. كما أن الحكومة التشادية بدأت في استغلال الموارد الطبيعية التي تزخر بها البلاد، لا شك أن مثل هذه الجهود والمبادرات الوطنية استطاعت خلال العوام الأشر الماضية في المساهمة في الطفرة الحضارية التي تشهدها البلاد. وحول أهمية والخطوات التي أدت إلى استقلال البلاد، فقد تحدث الدكتور المؤرخ محمد صالح أيوب للزميل بحر الدين عبد الشافي الدكتور. الاستقلال ده ما جاء فجأة وما جاء لجاد وحيدة، دخل في إطار إنه فرنسا عندها مستعمرات 13 مستعمرة، منهم متجمعين حول برازافيل بإفريقيا الاستوائية، وأفريقيا الغربية متجمعين وعاصمتهم كانت داكار. فرنسا كعدد من البلدان احتلتها ألمانيا، فاستسلم المارشال بيتين باسم حكومة باريس، ولكن عدد من المواطنين الفرنسيين أو على رأسهم الجنرال ديغول قد فروا من فرنسا ونادوا بالمقاومة. فبعد ذلك وجه الجنرال ديغول نداء للشعب الفرنسي الداخلي وللشعب الفرنسي في المستعمرات لكي يواصلوا المقاومة ولا يستسلموا. فالرد الإيجابي الأول جاء من فورتلامي، وكان آنذاك حاكم هذه البلاد اسمه فيليكس إبوي الذي يحمل الثانوية اسمه حتى الآن، هو كان حاكم هذه المنطقة. أول شيء المواطنين اللي كانوا في المستعمرات قبل ده ما عندهم أي حقوق وطنية، فمنذ ذلك الدستور، دستور 16 أكتوبر 1946 للمواطنين المستعمرات لهم حق التصويت، حق المشاركة في الأحزاب السياسية، حق أن يكونوا نواب، أي يشاركوا كمواطنين أول مرة يكونوا مواطنين. فأسست أحزاب سياسية كثيرة ساهمت في الانتخابات التي حصلت بين 1946 وحتى الاستقلال. ولكن هناك خطوة أخرى جاءت سنة 1956، هو ما يسموها قانون ديفير، لأنه قبل ده حق التصويت موجود لكن لعدد من الناس المعينين ما يسموا بالمثقفين، ولكن منذ ذلك الحين طبعا الناس كلهم لهم الحق يصوتوا، إذا كان واحد عنده دكتوراه أو واحد ما يوم واحد ما دخل في المذهب كله متساويين يصوتوا. لهذا جاء الجمهورية يوم 20 نوفمبر 1958. فهذه الخطوات